نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأطلق البرنامج الوطني الإماراتي للوقاية من المخدرات والتابع لمجلس مكافحة المخدرات حملة توعوية بمخاطر الإدمان وأضراره النفسية والاجتماعية والاقتصادية عبر شعار كن مع أبنائك يكون بخير. احنا عاقدين العزم على ان نحن نواصل اجراءاتنا الضبطيه والاجراءات الاداريه والقانونيه في ملاحقه مروج المخدرات ومهربيها، فلا تكن عرضه للانجراف مع من هو مثلا يعني انزلق في هذا المنزلق. ابتعد عن كل من يحاول ان يغريك، واحذر احيانا حتى ممكن أن في حد يضع لك في مأكل أو مشرب أشياء ممنوعة، فكن حذر. في الحقيقة تعتبر الأسرة هي صمام الأمان الرئيسي في توعية النشء وفي توعية الشباب ووقايتهم من الوقوع في براثن الإدمان أو الارتهان غير المشروع بالمواد المخدرة. ونعتبر أن ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا هي ممارسة فضلة، لأنها تعتمد على الأسرة وتحاول أن تكون أسرة حكيمة تستطيع أن تكون هي مقوم الوقاية من المواد المخدرة. ونتمنى بإذن الله دوام واستمرارية الجهود المثمرة والطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة المخدرات والوقاية. طبعا اليوم استراتيجية مكافحة المخدرات لم تعد استراتيجية أمنية فقط، وإنما استراتيجية وطنية تعنى بها كافة الجهات الحكومية والمدنية. لذلك جاءت توجيهات سيدي بإطلاق هذه الجائزة لتشجيع كافة الجهات والشرائح المجتمعية على لعب دور في الحد من أضرار المخدرات على مستوى الدولة. نقطة رئيسية جدا لابد أن احنا نركز عليها بجانب علاج والتأهيل، ألا وهي ضرورة تكاتف فئات المجتمع، لأن الحقيقة جزء من العمل اللي نقوم فيه مرتبط بالأسرة، مرتبط بمؤسسات المجتمع المدني الحكومي والخاص، وبالتالي تكاتف الجهات وتعاونها في إنجاح هذا العمل وإنجاح هذا المريض لظهوره مرة ثانية في الحياة بصورة إيجابية مسؤولية الجميع.